نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروح اليوم بإذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. Oh,
قمنا بوقفة احتجاجية ونطالب بعصيان مدني في مدينة الكفرة للأحداث التي تمر بها مدينة الكفرة من قيام الثورة، ومع ذلك مدينة الكفرة دفعت الثمن غاليا. هدت المحكمة الوحيدة في مدينة شنو هذه مستوى ليبيا، محكمة مدينة الكفرة، قاموا شنو نظام الطاقية بتهديمها، ولكن للأسف أنها تعرضت من المجلس الانتقالي إلى هجوم بشكل غير عادي، خلونا إلى هجوم وتهميش، وللأسف هو توا يقوم بمؤامرة خطيرة. المؤامرة هذه نسأل من وراها، أنهم بيسحبوا قوات درع ليبيا من مدينة الكفرة ومن الجنوب. من وراء المؤامرة هذه؟ قوات هني درع ليبيا تحمي في الجنوب بصفة عامة وفي مدينة الكفرة بصفة خاصة. ونحن نوجه سؤال إلى المجلس الانتقالي اللي قايم الآن بعملية المؤتمر الوطني، أكذوبة نعتبرها نحن في مدينة الكفرة أكذوبة. كيف المجلس الانتقالي توا يطالب بانتخابات المؤتمر الوطني ونحن قاعدين هنا؟ اللي يحضر في البطاقات الانتخابات هم تشاديين، يحضر فيهم بطاقات الانتخابات الأوراق ولا هني نحن نرفض الانتخاب في مدينة الكفرة ونعلنها من هنا. إذا كان في تشاديين بينتخبوا معنا نحن نرفض الانتخاب بلجنة إني مراقبة في مدينة الكفرة، وإذا كان يبي درع ليبيا يطلع من الكفرة، نحن سكان مدينة الكفرة طالعين مع الدرع ومصيفين مدينة الكفرة، خليها ياخذوا الشاديين إذا كان السياسة مدينة. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عجب من وسائل الإعلام الليبية أنها ما تقول عن المسؤولين باهتمامها بثروات الليبية ونسيان المواطن الليبي اللي هو أعظم ثروة في الدولة والبلاد، أن الفرد هو أساس بناء الدولة وتكوين الدولة، يهتمون بحماية الحقول النفطية ومنشآت الدولة ويتناسون حماية الفرد الليبي. وكذلك أتعجب من تجاهل المجلس الانتقالي أنه قد أكد أن هناك عمليات تزوير في عهد السابق، وأكد أن حدوث عمليات تزوير في عهد الثورة المباركة، وهو الآن يسير العملية الانتخابية بشكل شبه عشوائي، لا يدقق في إجراءات ولا في مراقبة ولا في أي شيء. نحن في الكفر على وجه التحديد لم تأتينا أي مؤسسة تراقب تسجيل الانتخاب وسير العملية الانتخابية، لا من ليبيا ولا من خارج ليبيا، لا مستقلة ولا تبع دولة. أتعجب كيف يتأكدون ويتحققون من منتصف القذافي الذين زلزلهم ووثقهم في عهد الثورة المباركة أنهم قد تحصلوا على بطاقات انتخابية، وأتعجب إهمالهم للجنوب الليبي، أن الكفرة تحدها ثلاث دول ليس دولة واحدة، ثلاث دول، وهذه الدول تكاد كلها منهارة اقتصاديا وفيها مشاكل في حدودها المجاورة لليبيا في إقليم دارفور كما لا يخفى علينا وجبال تبستي، وذكر ذلك أن الدولة الليبية تتجاهل للجنوب، فإن المشكلة تزداد تعقيدا وتزداد تأزما. نسأل الله أن يحفظ ليبيا والليبيين، وأنا أرى أن درع ليبيا له من اسمه نصيب وهو درع ليبيا، فمن يريد إخراج درع ليبيا فهو كأنه يريد عزل ليبيا من قوتها وسلاحها. نسأل الله أن يحفظ ليبيا والليبيين وأن يبقى الليبيين أعزاء لا غير أذلة. اللهم نكلك أمرنا، اللهم إلى من تتركنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى غاصب وكلته أمرنا؟ اللهم إليك المرتجع.